مختلفة. علشان كده أنا عايزة أقول لحضراتكم إن في قانون المرور الجديد ده العميد أيمن الضبع هو ممكن يقول لنا التوك توك هيتم العمل عليه إزاي وترخيصه إزاي. التكاتك عاملة مشكلة وصداع عندنا كلنا. التكاتك مش كلها مضار، التكاتك لها مزايا ولها كبت، يعني بتمثل بتلبي رغبة كتير قوي من مستخدمي الطرق، الناس الغلابة اللي بيستخدموها في مناطق شعبية وفي مناطق يعني أزقة ومناطق صغيرة ما يوصلهاش العربيات، فبتوفر على كثير من المواطنين إشكالية، لكن في المقابل أفرزت سلبيات كتير جدا بسبب عدم ترخيصها، بسبب عدم وجود الطريق. عندنا حوالي 2.5 مليون توك توك اللي مرخص منهم حوالي 100,000. كان لازم نحل هذه الإشكالية بشقيها الأمني والمروري والاقتصادي. فلن يتم وفقا للقانون لن يتم بيع توك توك أو دراجة آلية أو خروجها من المصنع أو من وكالة البيع إلا بعد ترخيصها، ودي آلية بيتم التنسيق مع وزارة الصناعة في هذا الشأن. لكن أعتقد دي نقطة مهمة أنه يبقى مرخص، بالإضافة كنوع من الجذب للترخيص احنا خفضنا في القانون السن اللي هو كان 21 سنه لسائقي سيارات التوك توك من 21 سنه الى 18 سنه، فده تحفيز ليهم على انهم يرخصوا، ورخصوا خلي بالكم عشان الاضافه لتشديد العقوبه.